في اللاب ده هنستخدم نوعين من السويتشز. النوع الاول هو 2950، ده هي اكتك اكسس سويتش اكسس لاير. النوع الثاني من السويتشز هو 3650، هستخدم منه 2 سويتشز بيأكتوا اذا لاير 3 سويتش، ده في لاير ديستريبيوشن. وبعدين هستخدم الراوتينج او الراوتر سوري، هو اللي هيأكت الخاص بال الراوتر اللي عندنا من تايب 2811. نفس الكلام اللي شرحناه في لكتشات سابقة، انه الراوتر في الحالة دي هو المسؤول ان هو يأكت كجيتوي للاي بي فونز الموجودة، وهو المسؤول عن نقل الامج للاي بي فونز في نفس الوقت، بلس ان هو جيتوي كمان ليه فانكشناليتي كمان موجودة تانية، وهي الانتر VLAN routing ما بين ال VLAN 10 و VLAN 20 كمان VLAN 30 في حالة السيرفر فورم اللي ظهر في الفيديو. في بداية اللاب انا هستخدم ال STP protocol. ال STP protocol او ال Spanning Tree protocol هيكون مسؤول ان هو يقفل بعض الانترفيسز الموجودة على السويتش منع الحدوث له. بعد ما انا يعني افهم شوية طبيعة البروتوكول هو ال STP وهتكلم عنه في لكشن منفصلة، هبتدي ان انا اكتف ال Ether channel. فبالتالي مش هحتاج ان انا اكتف ال STP، فهشرح الاثنين سواء ده او ده ونعرف الفرق ما بينهم. الفيانز اللي انا محتاجة لكريتها بداية من VLAN 1 هتبقى باي ديفولت موجودة على كل سويتش، وكل سويتش ليه انترفيس في نفس السبنت، هي في حالتي دي كانت 192.168.1.2، VLAN 10، VLAN 20، VLAN 30، وكمان عندي VLAN 40 اللي هي الخاصة بالفويس VLAN. فويس VLAN هتكون في حالتي دي 192.168.40.1، VLAN 30 وهي VLAN الخاصة بالسيرفر فورم 192.168.30.1، VLAN 20 خاصة بالبي سيز 192.168.20.1، وVLAN 10 بالفيلان الثانية الخاصة بالبي سيز وهي 192.168.10.1. أول حاجة في بداية اللاب قبل قبل الكونفيجريشنز الخاصة بالإيثر شانل، هبتدي إن أنا أكتف الـ STP أو الـ RSTP اللي هو Rabbit Spanning Tree Protocol. بعد ما أنا أستخدم فيشرز بتاعته، ومجرد إن أنا أتنقل للتكنيك الخاص بالإيثر شانل ما بين الـ 2 بورتس، خلاص أنا مش محتاجة إن أنا أعمل بلوك لأي انترفيسز، هبتدي أستغنى عن الـ RSTP. تمام؟ كمان من ضمن التكنيكس اللي هتكلم عنها في اللاب هو ال VTP Aversion Trunking Protocol. في بعض السويتشز هتأكت كـ Client وبعض السويتشز هتأكت كـ Server، هتكلم عنها في الـ Configuration File بالتفصيل وهشرحها. طبعا ال VLAN اللي هي 192.168.1.1.2.3.4 دي بستخدمها عشان المانجمنت الخاص بالسويتشز، وبالتالي ان انا اقدر ادخل بيها سواء SSH او Telnet او حتى HTTP للسويتش نفسه عشان اعمل مانجمنت، سواء كان طريقة اللوجين على السويتش ده سواء كانت GUI او CLI، اتكلمت عنها بالتفصيل في فيديو سابق. كمان الـ DHCP server لو انا ما عنديش standalone DHCP server، بضطر اما ان انا استخدم الراوتر بيأكت الفانكشن دي، او ان انا استخدم layer 3 switch ان هو يأكت في الفانكشن دي. ممكن انا اعمل configurations دي سواء هنا او هنا، المهم انه لو ما فيش عندي standalone server في اللاب الموجود قدامي زي ما هو واضح، بضطر ان انا استخدم اي device تاني بيسبورت السيرفيس دي، ان انا في حالة دي هيأكت كـ DHCP server. اول حاجة هبدأ فيها في configurations الخاصة باللاب ده، ان انا هبتدي اكتب الـ RSTP او الـ Spanning Tree Rabbit Spanning Tree Protocol على كل السويتشز اللي بتسبورت القصة دي. فاول سويتش هسبورت هعمل عليه الكوماند دي، هو في حالتي دي كان سويتش 1، هبتدي اعمل Enable، بعدين Configure Terminal. الكوماند اللي هيتم في الحالة دي هو Spanning Tree Mode Rabbit BVST و End عشان اخرج من المود ده. هاكتب الكوماند ده على راوتر 1 على سويتش 1 في حالتي دي، بعدين هاكتبها على سويتش 2 نفس الكوماندز الخاصة بالـ RSTP. نفس الكلام هيطبق على سويتش 3 وعلى سويتش 4. بعدين هيبتدي يحصل مرحلة negotiation و negotiation messages ما بين السويتشز وبعضها، عشان يبتدي يعمل forwarding messages ما بين السويتشز عن طريق عملية الـ election اللي هتتم في الحالة دي. الخطوة اللي بعد كده ان انا ابتدي اكتف الترانك بورتس. طبعا الترانك بورتس اتفقنا هي ما بين اللاير 3 سويتش والراوتر، لكن في حالة الاكسس سويتشز هي اللي بتكون واصلة ما بين السويتش والاند بوينت، سواء كان الاند بوينت ده بي سي او حتى اي بي فون او سيرفر. كل الانترفيسز اللي واصلة ما بين سويتش 2 وسويتش 1، كل الانترفيسز اللي ما بين سويتش 1 وسويتش 3، كل الانترفيسز ما بين سويتش 1 وسويتش 2، كمان كل الانترفيسز ما بين سويتش رقم 1 والراوتر 1، دي كلها انترفيسز بتكون ترانك بورتس. والانكابسوليشن في الحالة دي هيكون دوت 1 كيو.
طبعا انا مش محتاجه ان انا اكتب كل انترفيس. لو انا بعمل على السويتش مثلا وليكن واحد، انا عندي انترفيس جيجا ايثرنت 1.0.5.6 وكمان 1 و2 و3 و7. انا ممكن اعمل انترفيس رينج، الانترفيس رينج في حالتي دي كان 5 ل 6، نفس الكلام 1 و2 و3 و4. بدل ما اكتب الكومنتس ده بوفر على نفسي عدد السطور اللي انا بكتبها بايدي. كمان الكوماند اللي بيليها بعد ما عملت الانترفيس رينج سويتش بورت انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك مونيزيشن، اعمل اكزيت ما بين كل انترفيس رينج وكل كوماند عشان اخرج من المود ده. هيتكرر نفس الكوماندز دي على سويتش رقم 2، في حالة دي الرينج هيكون ما بين 1 و2، نفس الكوماند سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك مونيزيشن اند في اخر الكوماند. طبعا اندي دي كانت بتختلف مع ال HB switches، كانت بتكون exit او quit. التأكد من الخطوة دي سواء في اي switch من الموجود قدامي، هكتب show interface trunk عشان يظهر لي كل الترانك interfaces الموجودة على ال switch ده او حتى الراوتر ده. هيظهر قدامي زي ما واضح جيجا ايثرنت من 1.0.1 up to 6، دي كلها encapsulation dot 1 queue والstatus بتاعها كان trunk. الخطوه اللي بعد كده ان انا امشي في اجراءات الفي تي بي كونفيجريشن وهي الفيرتشوال ترانكينج بروتوكول عشان اضمن ان النتورك بتاعتي مش هتفوكس او مش هتقابل اي بروبلمز اثناء الاوبيرابيليتي. طبعا بيفضل ان انا اكتب الكونفيجريشنز الخاصه بالفي تي بي قبل ما ابتدي ادخل في الكونفيجريشنز الخاصه بالفي لان. اول حاجه هتتم في الكونفيجريشنز الخاصه بالفي تي بي ان انا ادخل على سويتش واحد، هبتدي ان انا احول الفي تي بي احول السويتش رقم واحد ده لسيرفر. الفي تي بي المستخدمه في الحاله دي كانت فيرجن 2، اخترت في الحاله دي اسم الدومين وهو كامبس لان، وكمان هي نفس الباسورد كررتها في حاله الباسورد. ده كانت الكومنز الخاصه بالفي تي بي على سويتش 1 خليته من السيرفر. هتنقل بعد كده على سويتش 2 و3 و4 اخليهم كلاينت. بعد ما خليت الفي تي بي مود سيرفر على السويتش رقم واحد، هخلي 2 و3 و4 السويتش 2 و3 و4 هخليهم مود كلاين. هكتب في تي بي فيرجن 2 المود كلاين الدومين والباسورد في الحاله دي كانت نفس الكلام كامبس لاين ومنساشن اعمل انت عشان اخرج من المود ده. بعد ما انتهيت من نقل كل الكومنتس او الكونفيجريشنز على الفي سويتش 3 و4 2 و3 و4 الخاصه بالفي تي بي،
الخطوة اللي بعد كده هي انشاء او ان انا اكريت الفيلانز على كل السويتشز الموجودة او كل الديفايسز الموجودة عندي في الجراف ده او التوبولوجي اللي ظاهرة قدامي. بما اني انا اكتفى الفي تي بي ككلاينت وسيرفر اند كلاينت مود، فانا كل اللي هعمله على سويتش 1 ان انا اكريت الفيلانز فيلان 1 سوري فيلان اوريدي باي ديفولت موجوده، فيلان 10 و 20 و 30 40 كل دول هكريتهم على سويتش 1 وظيفه، وبعد كده هيتنقلوا اوريدي عن طريق البروتوكولز اللي متاكتفه للسويتشز الباقيه سواء سويتش 2 او 3 او حتى 4. وعشان اتاكد دخلت على سويتش 2 او حتى ايا كان السويتشز الموجوده في الكلاينت مود، عملت شو انترفيس بريف عشان اتاكد انه اوريدي مفيش اي كونفيجريشنز خاصه بالفيلان متكريت على سويتشز، وفعلا مفيش اي سويتشز ظهرت، عفوا مفيش اي فيلانز ظهرت. لاحظنا ان كلهم مفيش اي انترفيسز خاصه بالفيلانز متكريتها باستثناء الفيلان 1 وهي ديفولت فيلان الموجوده على السويتشز. الكومنز المطلوب مني اعملها ان انا ادخل في الايبل مود كونفيجر تيرمينال فيلان 10 وفيلان 20، طبعا فيلان 10 اكزت، فيلان 20 اكزت، فيلان 30 اكزت، اند فيلان 40 واند. انا موجوده في سويتش رقم 1. بعدها هبتدي ان انا اكتب شو فيلان بريف عشان اتاكد من الانترفيسز فيلان تم كرييشن ليها، وفعلا تم كرييشن فيلان 10 و20 و30 و40 على سويتش 1. الخطوه اللي بعد كده ان انا هدخل على سويتش رقم، اخترت مثلا سويتش 2 او 3 او حتى 4، ان انا هعمل شو فيلان بريف. لقيت ان الفيلانز اللي اوريدي اتكريتت على السويتش رقم 1 فيلان 20 30 و40 اتنقلت كداتا من السيرفر مود للكلاينتس، وهم في حالتي دي كانوا سويتش 4 و2 و3. الخطوه اللي بعد كده وهنا انا هتعامل مع الاكسس بورتس ان انا هخليها تبلونج للكومباتبل فيلان على حسب التوبولوجي اللي ظهر قدامي. مثلا في سويتش 2 عندي توبولوجيز سوري عندي الانترفيسز اللي هي جيجا اسمنت 103 104 دول كانوا بيبلونج فيلان 30 اللي هي خاصه بالسيرفر. هدخل على كل سويتش منهم وابتدي ان انا اساين البورتس دي، ميبي اللي هيكون بلونج لبي سي فيلان سواء 20 او 30 او حتى 10، او لفويد فيلان في حالتي دي كانت فيلان 40. وما ننساش ان كلهم هيكونوا من تايب اكسس، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 30 في حاله سويتش 2، في حاله سويتش 3 هيكونوا بلونج لفيلان 10. في حالتي سويتش 3 عندي انترفيس اللي هو انترفيس فاست ايثرنت 0 على 1، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 10، سويتش بورت فويس فيلان 40. نفس الكلام بيسري على انترفيس فاست ايثرنت 0 2، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 20، سويتش بورت فويس فيلان 40. هاخد الكومنتس دي واحطها في فيلان في سويتش 3، وهبتدي اكرر نفس الستبس بالنسبه لسويتش 4 بما انها كوبي بيست من فيلان فيلانز المتكريته على سويتش 3، هبتدي اعملها كوبي بيست على سويتش 4. الخطوة اللي بعد كده ان انا ادخل على كل انترفيس فيلان وابتدي اساين ليها الاي بي ادريسز بيزد على التوبولوجي او الكرنت اي بيز الموجودة في التوبولوجي الموجود. في حالتي دي الاي بيات اللي ظاهرة قدامي هي اللي هتكون بتاكت كديفولت جيت واي لكل البي سيز او كل الديفايسز الموجودة في الكامبس نتورك او في التوبولوجي الموجودة او اللي ظاهرة قدامي. كل اي بي هنا بيمثل الديفولت للنتورك اللي هو بيبلونج ليها. في حالتي دي كان عندي انترفيس فيلان انترفيس فيلان 1، الاي بي ادرس في الحاله دي كان 192.168.1.1، وما ننساش ان الاي بي ده هيكون في حالتي دي هو الجيت واي لكل الفيلانز او كل البي سيز او كل الديفايسز اللي بيلونج لفيلان 1. ما ننساش نعمل شت داون اكزت. نفس الكلام بيسري على انترفيس فيلان 10. انا ليه عملت شت داون؟ لان باي ديفولت قلتها ان راوترز والسويتشز اللي اكت از لاير 3 ديفايسز باي ديفولت الانترفيس بتاعها هتكون بتاعتها هتكون كلها شت داون باي ديفولت. هتنقل بعد كده بعد ما خلصت انترفيس فيلان 1 هيبتدي نفس الكلام على انترفيس فيلان 10، الاي بي ادرس او الديفولت جيت واي في حاله فيلان 10 هيكون 192.168.1.1، الماوس 255.255.255.0 نو شت داون، وما ننساش نعمل اكزت. الانترفيس فيلان 20 الديفولت جيت واي في الحاله دي هيبقى الاي بي ادرس 192.168.1.1 255.255.255.0 نو شت داون اند اكزت.
الانترفيس فيلان 30، الجيت واي فيه يبقى 192 168 30 دوت 1 نفس الماسك سلاش 24، الانترفيس فيلان 40 الماسك سوري الاي بي هيكون 192 168 40 دوت 1 الماسك هيكون سلاش 24. وبكده اكون عملت او كريت كل الانترفيس فيلانز على السويتش رقم واحد. الكوماند اللي عشان اتاكد من الكلام ده هقول شو اي بي انترفيس بريف، طبعا ما ننساش ان انا واقفه على سويتش رقم واحد. بعد كده هبتدي احتاج ان انا اتنقل لسويتش 2 و3 و4، هبتدي اعمل الانترفيس الخاص بفيلان 1. طبعا كان في حاله سويتش 1 الجيت واي كان في حالتي دي كان 192 168 1 2، الاي بي هات دي لو هكتبها على سويتش 2 و3 و4 دي هتكون او تستخدم في المانجمنت الخاص بالسويتش ده. في حاله سويتش 2 المانجمنت هيكون 192 168 1.2 سبنت نص سلاش 24، ما ننساش نعمل نو شت داون. في حاله سويتش 3 انترفيس فيلان 1 هيكون الاي بي اتش بتاعه 192 168 1.3 نوشة تاول الانترفيس فيلان دي. الانترفيس فيلان 1 على سويتش 4 هيكون الاي بي ادرس في الحالة دي هيكون 192 168 1.4. عشان اتاكد ان كل الستبس اللي انا عملتها صح محتاج ان انا اعمل بينج من اي تو انترفيس ما بين تو انترفيسز وتحليل من سويتش 1 اب تو سويتش 2 او حتى 3 او 4 باستخدام البينج بروتوكول او الارم. هعمل القصه دي البينج من داخل السويتش، يعني انا اقدر اعمل بينج من سويتش لسويتش من داخل السويتش نفسه وليس من كلاينت كونكتد على السويتش ده، او اقدر اعمل دي واقدر اعمل السيناريو ده. هدخل على السويتش رقم واحد وابنج على 192 168 1.2 وهو تحديدا كان سويتش 2 البينج كونكشن تمام السكسس ريت 5 على 5. وفعلا انا كده اتاكدت ان الكونفيجريشن سكسسفول ما بين سويتش 1 وكل الاذر سويتشز اللي هي بتاكت في الكلاينت مود في الحاله دي. الستيب اللي بعد كده وهي الستيب الخاصه بالدي اتش سي بي سيرفر، هحط الدي اتش سي بي سيتنج دي او الكونفيجريشن دي على سويتش 1 وهو في الحاله دي هيكون مسؤول عن توزيع الاي بي ادرس سواء كانت السبنت كامله او في البول اللي انا هحطه على الثلاثه سبنت او الثلاثه فيلانز اللي انا كريتهم اللي هم فيلان 10 و20 و30 وحتى 40. محتاج ان انا احدد البول، ففي الحاله دي كان الاي بي دي اتش سي بي بول في حاله نتورك واحد. لو تلاحظوا ان انا خدت كوماند بكوماند كده سطر بسطر، اول حاجه هدخل على سويتش 1 عشان اعمل انيبل للدي اتش سي بي سيتنج. اول حاجه هكتب الاي بي دي اتش سي بول لنتورك 1، نتورك 1 اللي هي بيلونج او ريبريزنت فيلان 1. النتورك في الحاله دي كانت 192 168 1.0 سلاش 24 طبعا الماسك. الديفولت راوتر هو 192 168 1.1، وما تنسوش ان احنا من الخطوه اللي سابقه عرفنا الديفولت فيلان الخاص بكل فيلان من الفيلانز الكرييتد الموجوده عندي في التوبولوجي دي، ما ننساش نعمل اكزت. في فيلان 10 كان الجيت واي كان 10.1، 20 هو ال 20.1، و 30 هو 30.1، نفس الكلام بيسري على 40 40.1. السبنت ماسك في الفيلانز كلهم سواء 1 او 10 او 20 او حتى 30 و 40 كان سبنت ماسك سلاش 24. كل مره بدخل ان انا اكريت النتورك
النتورك في حالة 10 هيبقى 10 دوت 0، 2 دوت 20 دوت 0، 30 دوت 0، 40 دوت 0. الحالة الوحيدة بس اللي هيختلف الكومنز او الديفينيشن بتاع دي اتش سي بي بول ما بين نتورك والتانية هي الفيلان 40 الخاصة بالفويس فيلان، ان هيزيد كومنت واحد بس هو اسمه اوبشن 150 اي بي 192 168 100 دوت 1. يا ترى ايه الاي بي ادرس ده؟ انا ما اتكلمتش عن فيلان 100 اصلا. الاي بي اللي هو 192 168 100 دوت 1 هيكون في حالتي دي هو الاي بي راوتر واحد على التوبولوجي، هو المسؤول عن ان هو ياكت كديفولت جيت واي للاي بي فونز الموجوده او الكونكت على السويتشز، بلس ان هو مسؤول عن الايمجز اللي هتتعطى للاي بي فونز عشان تستارت اب في البيجنينج، وبدون الاكشن ده مش هتشتغل الاي بي فونز. كمان هيكون هتمثل عائق في انها تنقل الايمج او الكونكشن للسويتش او للبي سي. ما تنسوش ان البي سيز هياخد الكابل من الاي بي فون اللي بدوره الاي بي فون اخد الكابل من السويتش، فونس ان الاي بي فون ما اشتغلتش فبالتالي البي سيز بنفس الوقت مش هتشتغل، فمش هيحصل القصه دي او مش هتتم غير لما الاي بي فونز تاخد الايمج بتاعتها من الراوتر اللي هو في حالتي دي كان الاي بي ادرس بتاعه 192 168 100.1. ومش بس الايمج، كمان الراوتر في الحاله دي هو اللي بيدي الاكستنشن، اقصد ايه بكلمه اكستنشن؟ الرقم العده نفسها، ايا كان بقى رقم العده بيتكون من اربع ارقام خمس ارقام، دي كلها حاجات اللي بيتحكم فيها النتورك ادمنستريتور، مش موضوعنا دلوقتي. المهم انا اتكلمت عنها في لاب في سيناريو مستقل او في فيديو مستقل خاص بالفويب سواء كان افويا او حتى سيسكو. دول دلوقتي بس ان انا بفوكس على السيتنج الخاصه بالدي اتش سي بي اللي بتكون موجوده على سويتش رقم 1. طبعا بما ان البول هيوزع في السبنت كامله انا كتبت له 192 168 40 دوت 0 سلاش 24، معناها ان انت هتوزع في الاي بي ادرس كامله بدايه من 192 168 40 0 اب تو 192 168 40 255. نفس الكلام بيسري على فيلان 1 10 20 30، هيوزع من اول السبنت 192 168 30 0 up to 192 168 30 255، ده يسري على كله باستثناء ان انا محتاجه ان انا اعمل اكسكلود للديفولت جيت واي اللي انا اوريدي عرفتها في البريفيس ستيبس. بمعنى ان انا هاجي على نتورك او انترفيس فيلان 1 هكتب اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس 192 168 1.1 اللي هو الديفولت جيت واي اللي انا اخترته، 1.2 ده كان المانجمنت انترفيس الخاص بسويتش 2، 1.3 مانجمنت انترفيس الخاص بسويتش 3، 1.4 المانجمنت انترفيس الخاص بسويتش 4. نفس الكلام كان 10.1 20.1 30.1 و40.1، دي كانت الديفولت جيت واي الخاصه بفيلان 10 و20 و30 و40، اخترتهم وعرفتهم في خطوه ال دي اتش سي بي، عرفت كل واحده منهم ان هي كانت في حالتي دي كانت الديفولت جيت واي. يبقى انا عملت اكسكلود للادريسز اللي كانت موجوده قدامي دي سواء كانت المانجمنت انترفيسز الخاصه بالسويتشز او حتى الديفولت جيت وايز الخاصه بكل انترفيس فيلان. الخطوة اللي بعد كده هي الخاصة بالاي بي راوتينج. الاي بي راوتينج اللي هي نقل الداتا او configurations ما بين الراوترز وبعضها او حتى الديفايسز وبعضها، هعملها باستخدام الستاتيك اي راوتينج، مش هستخدم الديناميك راوتينج. وانا اتكلمت في ليكتشر مستقلة عن الديناميك راوتينج بروتوكولز، عملت تو ليكتشرز، واحدة عن الاي اي جي ار بي والليكتشر الثانية كانت خاصة بالريب، وهتعمل ليكتشر ان شاء الله كمان هتكلم عن باقي الراوتينج بروتوكولز السيسكو راوتينج بروتوكولز او اي فيندر تاني منافس لحتى شركة سيسكو، هبتدي اعمل ليكتشر عنها. الراوتينج في الحالة دي هستخدمه عشان نقل الداتا ما بين سويتش واحد وراوتر، هستخدمه عن طريق الانترفيس اللي هو جيجا ايثرنت 1.0.7/1/0/7. منساش نعمل شات داون لأي انترفيس بلوم سواء للراوتر او حتى لير 3 سويتش نو سويتش بورت. الاي بي ادرس المستخدم في الحالة دي هبيلونج لفيلان 192.168 102 سلاش 24، ففي الحاله دي هكتب 255 255 255 0. الديفولت جيت واي طبعا بعد ما اعمل اكزت هيبقى الديفولت روت الموجود هو 0.0.0.0 0.0.0.0، معناها اي نتورك اي سبنت ماسك ابتدي اعمل اي بي روت ليها لانهي لل 192 168 80 100 192.168.100.1، هو ده الانترفيس الخاص بالراوتر انترفيس فاست ايثرنت 0/1. وفي حالتي دي كانت 192.168.200.2، ده كان الاي بي البلونج لانترفيس جيجا ايثرنت 1.0/7 على انترفيس اللي هو سويتش 1. يبقى 192.168.100.x دي كانت الفيلان اللي بتتوصل او بتوصل ما بين سويتش واحد وراوتر، الانترفيس الراوتر اخد دوت واحد والانترفيس السويتش اخد دوت 2 زي ما ظاهر في التوبولوجي قدامي. عملت الكومنز دي ليه؟
عشان خاصة بالروتينج، وان هي تبقى مسؤولة عن الروتينج، الراوتر بيروت ما بين الديفرنت VLANs اللي بيبلونج للسيناريو الظاهر قدامي او التوبولوجي دي. طبعا انا الكوماند اللي هو الخاص بالنو سويتش بورت ده بيحول الانترفيس from layer 2 up to layer 3 عشان يبقى يبتدي او يسهل عمل الراوتينج ما بين السويتش 1 والراوتر. فبالتالي المغزى من الاي بي روت او الكوماند ده ان اي كونفيجريشن جايه من السويتش 1 ابتدي النكست جيت واي او النكست هوب بتاعتها هو في حاله دي كان 192.168.100.1 وهو راوتر 1 في حاله السيناريو او التوبولوجي دي. الخطوه اللي بعد كده ان انا هتنقل راوتر 1، المفروض ان في الخطوه دي ان انا هبتدي اتنقل. اول حاجه هعملها في حاله دي هدخل على الانترفيس فاست ايثرنت 0/0 انترفيس فاست ايثرنت 0/1 على الراوتر. الاي بي في حاله دي انا اوريدي كنت عملته في الديفولت روت، هو كان اي بي ادرس 192.168.100.1 255.255.255.0 ما ننساش ان احنا نفعل التليفوني سيرفيس بما ان الراوتر هو بياكت كديفولت جيت واي في حاله الاي بي فونز الموجوده او الكونكتد على السويتش 3 و4. عدد الاي بي فونز الموجوده او السبورتيف عندي في التوبولوجي هما كان 4، يبقى الماكسيمم اي فونز هم 4، الماكسيمم دي ان هي 4. الانتر اكشن هيتم ما بين الاي بي فونز والراوتر باستخدام بورت 2000، يبقى الاي بي سورس ادرس هيكون 192.168.101 هو الاي بي راوتر على بورت 2000. ما ننساش نعمل اوتو اساين لعدد العدد دي هو فروم 1 اب تو 4 واكزيت. الخطوه اللي بعد كده ان نعمل اكستنشنز اللي هتعملها assignment على الاي بي فونز 1001 1002 1003 1004. هبتدي اعملها بير اي بي فون، يبقى اي فون دي ان 1 نمبر كذا، هو في حالتي دي كان 1001، اي فون دي ان 2 1002 وهكذا اب تو اي بي فون 4. في كمان خطوه كانت ستيب مهمه جدا، ان راوتر واحد مش هيشوف اي سبنت سواء 10 او 20 او 30 او 40. طب ايه السبب؟ ان انا عملت روتس الخاصه بكده، الروتس بتتعمل تو دايركشن. انا في مره عملتها على سويتش واحد وكتبت ديفولت جيت واي في حالتي دي كان اي بي روت 0.0.0.0.0.0.0.0، قلت ان الجيت واي في حالتي دي هيكون 192.168.102. طب ليه ما عملش الروت العكسي؟ انا دلوقتي الدايركشن بتاعي ان انا موجود على راوتر واحد ومحتاج ان انا هو يشوف فيلان 10 و20 و30 و40. في حالتي دي انا الاي بي روت هيبتدي يتنقل منين لفين؟ الاي بي روت اول حاجه هيبقى 192.168.10.0.30.0.40.0.20.0. كمان الماسك في كل السبنتس اللي انا اتكلمت عنها وكل النتوركس اللي انا اتكلمت عنها كان سلاش 24. في حالتي دي انا الموجوده واقفه على راوتر، المفروض عشان اشوف النتوركس البعيده دي كلها، يبقى الراوتر النتوركس اللي انا اتكلمت عنها سواء فيلان 1 او 10 او 20 او 30 او 40 دي كلها بالنسبه لي نتوركس بعيده عن راوتر واحد، فمحتاجه ان انا اعرف له ايه هو الباص اللي هيمشي عليه عشان يبتدي اكسس كل السبنتس دي البعيده عنه. اول نيكست هوب او اول هوب هيعدي عليها في حالتي دي كان 192.168.102 في الحاله دي كان ايه؟ 102 في الحاله دي كان هو الانترفيس بتاع سويتش 1 اللي بيكونكت ما بين سويتش 1 وراوتر 1. هو في حالتي دي كان جيجا ايثرنت 107، الانترفيس ده اخذ اي بي 192.168.102. فبالتالي انا بقول للراوتر عشان تاكسس اي نتورك او اي سبنت من السبنتس البعيده 10 20 30 40 او حتى فيلان 1 اللي هي ديفولت فيلان، ابتدي ادخل او عدي من خلال الانترفيس الواصل ما بينك يا راوتر وما بين سويتش 1. once انت عملت انتر للكومنتس دي هلاحظ الاوثنتيكيشن مسجز او ال او الريجستريشن ستيبس اللي تمت ما بين الاي بي فون 1 2 3 4، وحتى ان هم اخذوا الايمجز وحتى ان هم اخذوا الاكستنشن اكستنشن نمبرز من الراوتر. كمان ممكن انا اتاكد من الاي بي اللي تم توزيعها باستخدام الدي اتش سي بي، ما تنسوش ان انا عملت اكتيفيشن للدي اتش سي بي على انهي سويتش؟ على سويتش رقم 1. طب هل يا ترى اقدر اشوف الاي بي هات اللي اتخذت من الليز او الدي اتش سي بي وزعها على سويتش واحد؟ ايوه، اعرف القصه دي باستخدام كوماند هبتدي ارنه على السويتش رقم واحد وهو شو اي بي دي اتش سي بي بايندينج. الكوماند ده شو اي بي دي اتش سي بي بايندينج معرف من خلاله الاي بي هات اللي اتخذت، وليكن مثلا في فيلان 40، فيلان 40 اللي هي خاصه بالفايب. فبما ان انا واقفه على راوتر واحد شفت ان حصل انتر اكشن او مسجز اتنقلت ما بين الراوتر والاي بي فونز، فبالتالي دخلت على سويتش واحد عشان اعرف ايه الاي بي هات اللي اساينت على الاي بي فونز. بما ان عدد العدد الموجوده 4 اي بي فونز، العدد اللي كانت ظاهره قدامي كانوا عددهم 4 بدايه من
الاي بي هذه اللي اتخذت عندي بداية من 192.168.2.5.3 وحتى 4، وظهر الماك ادرس الخاص بكل اي بي فون. هحتاج الماك ادرس دي بعد شوية. الخطوة اللي بعد كده هو انا ان انا استفيد من التو كيبلز اللي واصلين مثلا على سبيل المثال ما بين سويتش 2 وسويتش 1، او حتى سويتش 2 وسويتش 3. انا ليه اعمل بلوك للانترفيس واستخدم سويتش انترفيس تانية؟ انا ممكن ان استفيد بكل الانترفيسز دي ان انا اعمل تكنيك اللي هو الايثر شانل. ما تنسوش ان احنا عملنا بلوكينج للانترفيسز دي باستخدام ال اس تي بي او السبانينج تري بروتوكول. تعالوا نأكد في الايثر شانل ونستفيد بالسرعه القصوى للكابلين مع بعض، حتى لو عملنا اجريجيشن ما بينهم، واتكلمت عنها في فيديو مفصل ان هو حاجه اسمها كانت في اتش بي اسمها الاي ار اف، وفي سيسكو اسمها الايثر شانل او تحت مسمى اللينك اجريجيشن. في عندنا تو تكنيكس، اللينك اجريجيشن والشاسيس تكنيك. يعني هنا بتكلم عليه لينك اجريجيشن، في سيسكو اسمه ايثر شانل. طبعا هنا بنفعل البروتوكول اللي هو بي اي جي بي، وبستخدم او بختار المود ديزايربل. طبعا كل ده انا موجوده في السويتش 1. هرجع تاني بقول النقطه دي تحديدا عندي في السويتش 1، هبتدي افعل البي اي جي بي بروتوكول واستخدم المود ديزايربل، ولكن في باقي السويتشز باستثناء سويتش 1 اللي هو عندي حاله دي، سويتش 2 و 3 و 4 هبتدي استخدم مود اوتو طبعا، بلس ان انا باكتف البروتوكول اللي هو البي اي جي بي. عندي يبقى عندي في حالتي دي 3 بورتد شانل، بورتد شانل 1 و 2 و 3. بورتد شانل 1 اللي هي متفعله ما بين سويتش 1 و 2، بورتد شانل 2 متفعله ما بين سويتش 1 و 3، بورتد شانل 4 متفعله ما بين سويتش 1 وسويتش 4. الكونفيجريشنز اللي هتتم على سويتش 1 في حالتي دي، اول حاجه هبتدي اكتب كونفيجر تيرمينال، هعمل انترفيس رينج ما بين 5 و 6، وبعدين رينج تاني ما بين 1 و 2، ورينج تالت ما بين 3 و 4. شانل بروتوكول في حالتي دي انا قلت هفعل البي اي جي بي عشان اكتب الايثر شانل. المود يبقى شانل جروب 1 مود ديزايربل، هفعل نفس الكومنتس دي على الرينج من 1 و 2 و 3 و 4. بعد كده هتنقل لسويتش 2، وما ننساش ان انا قلت ان انا هعمل في حالتي دي كان المود اوتو. اول حاجه هعملها هعمل انترفيس رينج ما بين 1 و 2، انترفيس جيجا ايثرنت 1.0.1 وجيجا ايثرنت 1.0.2، شانل بورت بي اي جي بي، والشانل جروب 1 مود اوتو. هنقل كل الكومنتس دي واكررها على سويتش 2 و 3 و 4 باعتبار ان المود اوتو. اول حاجه هلاحظها وانس ان انا عملت سيف فورس او رايت ميموري للكرنت كونفيجريشن، هلاحظ ان بعض بورت من التو بورتس اللي بيوصل ما بين السويتشز كان معمول له بلوك، كان اللون بتاعه امبر او برتقاني، اللون اتحول لاخضر، ونفس الكلام هيتكرر على التو سويتشز التانيين. الموضوع ما خدش معايا ثواني عشان البورت تبقى اكتف اب اند رانينج، تحول ما بين اللون الامبر للون الاخضر وتبقى اب اند رانينج. ده بسهولة او باختصار ان انا فتحت البورتس اللي كانت مقفولة باستخدام الـ RSTP او الـ Rapid Spanning Tree Protocol. في خطوة مهمة جدا نسيناها، وان انا ابتدي اكتب كل ادخل على كل سويتش سواء سويتش 2 او 3 او 4، وان انا اكتب الـ Default Gateway عليها. Default Gateway انا كتبتها بخطوة واحدة بس، كانت على سويتش 1، محتاجة ان ادخل على كل سويتش سواء 2 او 3 او 4، وان انا اكتب الـ Default Gateway في حالتي دي كان 192.168.1.1. الاي بي ده بتاع ايه؟ ده الاي بي بتاع المانجمنت للسويتش رقم 1 اللي هو في بيبلونج فيلان 1. وبما ان انا بستخدم فيلان 1 عشان امانج كل سويتش من السويتشز الموجوده 1 2 3 و 4، فبما ان هم كلهم شايفين سويتش 1، ما ننساش ان انا اكتب الديفولت جيت واي اللي هو اي بي ديفولت جيت واي 192.168.1.1. بالتالي هبتدي ادخل على كل سويتش من السويتش 2 و 3 و 4، هكتب الديفولت جيت واي زي ما انا اتكلمت من شويه وقلت في حالتي دي هيكون الديفولت جيت واي او اي بي ديفولت جيت واي هيكون 192.168.1.1.
ايه لي خطوه ان انا ابتدي افعل الدي اتش سي بي كونفيجريشن على كل بي سي سواء من بلون فيلان 10 او حتى فيلان 20. باي ديفولت هتكون الاي بي هات هدخل على البي سي اكتف الدي اتش سي بي، ميبي ان انا ممكن احطها ستاتيك بايدي، بس ليه انا اعمل القصه دي طالما انا اكتفت الدي اتش سي بي على سويتش واحد والدي اتش سي بي هيوزع لها من الاي بي هات الموجوده في البول اللي انا كريته من شويه. لو تلاحظوا اوريدي البي سي ده اخد 192.168.10.2 والديفولت جيت واي كان 10.1. فعلت نفس الكلام على السويتش الثاني، على البي سي الثاني اخد الاي بي بتاعه في حاله دي اس بي 192.168.2، الجيت واي بتاعته كان 20.1. هكرر الكلام ده على تو في حاله السيرفر، في حاله السيرفر فورم اللي هو بيبلونج فيلان 30 اللي هي 192.168.30.1 ده حالة الجيت واي. انا اخترت ان انا احط في الحالة دي الاي بي هات ستاتيك بايدي، فمثلا اخترت الاي بي في حالة السيرفر الاول و اخترت ان السيرفر الاول هيكون 290.168.20.30.100 و 101 او ايا كان whatever. بس ليه انا عملت القصة دي؟ مع العلم انه انا اوريدي كريت دي اتش سي بي في حالة الفيلان 30 على سويتش رقم واحد، بس من الافضل ان ما تركش اي حاجة للهاكر ان هو يقدر يخترق منها السيرفر. فيفضل ان انا اخلي الاي بي اساينمنت في حالة السيرفر فورم يكون استاتيك بايدي من الافضل، واتكلم عن القصة دي بالتفصيل في حالة السكيورتي. تقريبا انا خلصت كل الاعدادات، بس اللي انا محتاجة اتأكد منه هو الكونكشن، او هل فعلا في اتصال ما بين كل الديفايسز وبعضها او لا. هنا هبتدي اول حاجة تست، يعني ان ابدأ ابعت باكيتس زي ما ظاهر في التوبولوجي قدامي ما بين بي سي 1 وبي سي 2. هتبتدي فيلم البداية، لكن بعد كده هتظبط معانا. بعد ما بعتنا كل او عملنا كل التستنج اللازمه ما بين السيرفرز والسويتشز او حتى ما بين الفيلان 10 وفيلان 20 وما بين البي سيز او الاي بي فونز والراوترز، كل حاجه كانت سكسسفول تمام، باقي لي بس ان انا افعل التلنت والاس اس اتش كونفيجريشنز على كل الديفايسز الموجوده مانجمنت وايز، ان انا اقدر ادخل على الديفايسز دي سواء سي ال اي او جي او اي اعمل لها مانجمنت في اي وقت من الاوقات. الكوماندز اللي هتتم في الحاله دي، اول حاجه كونفيجر تيرمينال، انيبل سيكريت سيسكو لليوزر نيم، في الحاله دي هيكون سيسكو بعتذر، انيبل سيكريت سيسكو بعتذر، اليوزر نيم هتكون في الحاله دي ادمن والباسورد 123، يبقى كونفيجر تيرمينال انيبل سيكريت يوزر نيم ادمن باسورد 123، الاي بي دومين نيم اختاروا اي حاجه زي اللي ظاهر قدامي، بعدين الكريبتو كي جنريت الار اس اي رايفز شامر ادمن، ال 1024 باكيت سايز اللاين في تي واي من 0 اب تو 4 ترانسبورت انبوت اول لوجن لوجن لوكال واند. دي كل الكوماندز اللي بحتاجها عشان انا اعمل انيبل تلنت والاس اس اتش كونفيجريشن على كل الديفايسز بدايه من راوتر سويتش اند الظاهرين قدامي في الجراف اوت بوت. السطر الخاص بيوزر نيم ادمن باسورد دي معناها ان انا كريت داتا بيز لوكالي، قاعده بيانات داخليه على الديفايس ده، اليوزر نيم بتاعتها كان ادمن والباسورد كانت 123 عشان استخدمها في اللوجن على الديفايس ده، ونوهت ليها في اخر سطر باستخدام اللوجن لوكال، معناها ان انت لما تيجي تعمل لوجن على الديفايس ده مش هتحتاج ان انت انتراكت مع السيرفر او اوثنتيكيشن سيرفر تاني، لا انت كل اللوجن كريدنشلز اللي انت محتاجها موجوده متكريتها لوكالي على السيرفر، لان احيانا
سوري موجودة على السويتش ده. في احيانا بنستخدم authentication server بتبقى موجودة عندي في النتورك، بس اي ديفايس عشان تلوجن عليه لازم مبدئيا تاوثنتيكيت مع السيرفر ده عشان تبتدي يديلك بيرميشن انت تدخل على الديفايس. انا في اللاب او السيناريو اللي ظاهر قدامي مفيش عندي القصة دي، انا لوجن لوكال. السطر اللي هو الخاص بين enable secret cisco ده معناه ان انت لو عايز تتنقل ما بين الليفلز وبعضها from level 1 up to level 2 معناها ان انت محتاج الكوماند ده enable secret cisco. ال RSA او الالجوريزم الخاص بال RSA هو المسؤول عن الجنريشن للكيز اللي هتستخدمها في الاوثنتيكيشن، واللينس بتاع ال RSA كي في حالة دي كان الفا 24. عشان اقدر ان انا اكتب الاس اس اتش فيرجن 2 استخدمنا التول ده اللي هو الفا 24، ميبي ان انا اتحكم في اللينس بس بناء على الاس اس اتش فيرجن 2 هو اللي بيحكمني او بيخليني او بيفرض عليا اللينس للمستخدم. يعني اللاين في تي واي هو المسؤول عن الكونكشنز الخاصه بالتلنت والاس اس اتش اللي هو السطر الخاص باللاين في تي واي فروم 0 اب تو 4. اتاكد ان الكوماند ده تم تمام مفيش مشكله، استخدم اي بي سي او اي سيرفر من الموجودين ولوجن على اي ديفايس منهم باستخدام التلنت. كل اللي انا هكتبه تلنت مانجمنت اي بي الخاص بالسويتش ده. اول حاجه عملتها ان انا استخدمت بي سي 0 واستخدمت التلنت كوماند، يعني تلنت 192.168.100.1. كل اللي طلبوا مني اليوزر نيم والباسورد عشان اتاكد اكتر انه اللوجن تمام سكسسفول. هبتدي اكتب اليوزر نيم والباسورد كان ادمن 123 برافو جدا دخل تمام انيبل. الباسورد في الحاله دي كانت سيسكو. هنا اختار ان هو يعمل تلنت على وليكن مثلا 192.168.1.2 وليكن اي ثينك ان ده سويتش 2 في التوبولوجي اللي ظهر قدامي او حتى سويتش 1.1 وات ايفر. يعني طلب نفس الكلام، طلب اليوزر نيم والباسورد اللي هي في حالتي دي كانت ادمن 123 ودي كانت سكسسفول. وده بعملها عشان اتست الاوثنتيكيشن ميثودز اللي انا استخدمتها سواء كانت تلنت او اس اس اتش فيرجن 1 او فيرجن 2 او وات ايفر اللوجن ميثود اللي بستخدمها عشان اللوجن على الانترفيس على الديفايس ده كانت ايه. طب انا كده عملت فيريفيكيشن بروتوكول التلنت، هل اقدر ان انا اعمل فيريفيكيشن للاس اس اتش؟ نفس الكلام بتنقل ما بين السويتشز والراوترز باستخدام تلنت او اس اس اتش. هنا عمل اس اس اتش والمفروض ان انا بعد كده اكتب الاي بي ادرس الخاص بالديفايس ده. فالكوماند اللي ظهر قدامي هو ssh-admin ssh-l-admin 192.168.1. الباسورد في حالتي دي لما اول باسورد هي 123 وبعدين لما بعمل انيبل بيتنقل للليفل اللي بعد كده. في حاله دي انيبل يبقى السيسكو، يبقى اول ستيب هي كانت 123 والباسورد اللي بعد كده عفوا هي كانت سيسكو. في النهايه طبعا اتمنى ان اللاب ده يكون غطى جزء كبير من البيزكس الموجوده في السي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج. في لاب مستقل طبعا اتكلمت عن الراوتينج بالتفصيل لان انا استخدمت الستاتيك راوتينج وما اتكلمتش ابدا عن الديناميك راوتينج. اتمنى انه تكون مفهوم. والكونفيجريشن فايل زي ما قلت في البدايه هسيبها في الديسكريبشن فايل، واي سؤال هسيبه هقراه او اي تعليق سيبوه في الكومنتس هجاوب عليه.